بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستفتح ونستعين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، متابعين على قناة مدرسة نت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل بكم اليوم إلى الوحدة الثالثة التي نتناول فيها التحولات النووية، أي ما يحدث لنواة غير مستقرة، وهذا ما سنتطرق إليه بعد قليل. ونجزئ هذا الموضوع إلى جزئين، نستعرض وإياكم هذا اليوم النشاط الإشعاعي، نعرفه، نذكر خصائصه، نذكر معادلاته التي نتعرض إليها من حين لآخر. قبل ذلك نتذكر بعض المفاهيم التي سبق لنا وأن تعرفنا عليها في السنة الأولى ثانوي. الذرة، ما هي الذرة؟ هي مكونة من نواة واقعة في مركز فضاء، في مركزه تدور حولها الإلكترونات كما تشير هذه الصورة. هذه النواة التي تحتوي على جسيمات ملونة باللون الأزرق والأحمر مجازا، والإلكترونات التي تدور حولها. ونحن في هذه الوحدة نهتم بما يحدث في النواة. والنواة مكونة من جسيمات، يعني هذه التي تظهر أمامكم باللون الأحمر واللون الأزرق، وتدعى النيكليونات أو باللغة العربية النويات. والآن نمر إلى التعرف على النواة أكثر. هذه النواة التي ترونها تتحرك أمامكم ها هي ساكنة، وتحتوي بداخلها على نوعين من الجسيمات، جسيمات تحمل كهرباء موجبة وتسمى البروتونات، وجسيمات التي تظهر أمامكم باللون الأزرق وتدعى النيترونات، وهي معتدلة كهربائيا، بروتون النيترون. ونقصد بالنيكليونات هي مجموع البروتونات والنيترونات. وما تطرقنا له قبل هذا الوقت، تتميز النواة بعددين، العدد الشحني أو العدد الذري والذي يرمز له بالحرف زد، وهو يعني عدد البروتونات الموجودة داخل النواة، والعدد الكتلي وهو الذي يعني مجموع البروتونات والنيترونات، العدد الذري زائد عدد النيترونات. رمز النواة، كيف نشير إلى النواة؟ نشير بالحرف X وهو رمز العنصر الكيميائي كما سنذكر مثال بعد قليل، وإلى الأعلى عن اليسار نشير بالعدد الكتلي، وإلى الأسفل على اليسار بالعدد الذري زد. مثال نواة الألمنيوم، فالعدد الذري 13، يعني 13 بروتون موجودة في النواة. أما العدد الكتلي 27 فهو يعني 13 بروتون يضاف إليه عدد النيترونات وهو 14. هذا يمثل رمز النواة كمثال. كذلك من المفاهيم التي استعرضناها في السنة الأولى النظائر. فما هي النظائر؟ هي ذرات تنتمي لنفس العنصر الكيميائي، تتشابه في العدد الذري يعني في عدد البروتونات، وتختلف في عدد النيترونات أو العدد الكتلي. مثال ذلك الهيدروجين 1-1، الهيدروجين 1-2، الهيدروجين 1-3، فهي تتشابه في العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي. مثال آخر عن الأكسجين،
كاين الاكسجين 8 15 8 16 8 17 8 18. وكآخر مثال الكربون الذي له مجموعة من النظائر، نذكر منها الكربون 6 12 6 13 6 14. إذن النظائر تتشابه في العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي، أي في عدد النيترونات. نستعرض أيضا وإياكم القوى التي تؤثر في النواة، بل أن العالم تسيطر عليه القوى التي سنذكرها تؤثر على النواة، فهي التي تسير هذا العالم. القوة الأولى وسبق أن درسناها أيضا وتدعى بقوى التجاذب الكوني، يعني التي نجدها في الكون بين الأجسام. هنا نحن في النواة تؤثر بين النيكليونات، أي بين البروتون والبروتون والنيترون والنيترون والنوترون والبروتون، إلا أن هذه القوة هي جاذبة ولكنها ضعيفة أو الأضعف من بين القوى الأربعة، حتى يمكن إهمالها أمام القوى الأخرى. هي قوة موجودة ولكنها مهملة أمام القوى الأخرى. القوة الثانية وتدعى بالقوى الكهربائية، وهي قوى ترافرية عكس هذه، ترافر بسبب التشابه في الشحنة. أما هذه القوة فهي تؤثر بين البروتونات فقط، وتعمل ما دام هناك تنافر فهي تعمل على تخريب وتكسير النواة. القوة الثالثة وتدعى بالقوى النووية الشديدة، وهناك من يسميها القوى النووية القوية، وهذه تؤثر بين النيكليونات، يعني تشبه هذه من حيث التأثير. كنقول بين النيكليونات يعني بين البروتون بروتون، نيترون نيترون، بروتون نيترون، وهي جاذبة إلا أنها قوية عكس هذه. هذه قوية وتعمل على تماسك النواة، يعني تلك الجسيمات الموجودة بداخل النواة تترابط فيما بينها بقوة. والقوة الرابعة والأخيرة تدعى بالقوى النووية الضعيفة، وهذه تؤثر داخل النيكليونات، فيتحول النيكليون من نوع لآخر. وحتى نشرح هذا سنذكر فيما بعد، سنتطرق فيما بعد إلى هذا النوع من التحول. إذن تخضع النواة لأربعة قوى، أهمها هذه القوة وهذه القوة. هذه تعمل على تخريب النواة، وهذه تعمل على تماسك النواة، والقوة التي تغلب هي التي تؤثر أكثر. من هنا نأتي إلى استقرار النواة، يعني من هي النواة المستقرة أو غير المستقرة. النواة المستقرة هي التي تحافظ باستمرار على بنيتها باستمرار، يعني في كل وقت. وهذا الاستقرار أو عدم الاستقرار ناتج عن الغلبة بين القوى الجاذبة والقوى التنافرية التي ذكرناها قبل قليل. القوة التي تغلب هي التي تؤثر إما بالتخريب أو بالتماسك. التجاذب المتبادل بين النيكليونات هو من يضمن استقرار النواة، يعني إذا أردنا أن تكون النواة مستقرا يجب أن يكون التجاذب أكبر من القوى التنافرية. من خلال استعراض هذه القوى نمر إلى تعريف النواة الغير مستقرة، والتي تسمى بالنواة المشعة. فالنواة المشعة هي نواة غير مستقرة. وللتذكير فقط، النواة المشعة أو الإشعاع نوعين، طبيعي وصناعي. طبيعي ما خلقه الله، صناعي ما يصنعه البشر في المخابر. نتكلم عن الطبيعي وسنذكر الصناعي في وقته. فمن هي النواة المشعة؟ هي نواة غير مستقرة وتدعى بالنواة الأب. يمكنها أن تتحول إلى نواة مختلفة وتدعى النواة الابن، مع انبعاث جسيم بيتا موان وبيتا بليس أو ألفا، وأحيانا إشعاع جاما. نستعرض وإياكم نموذجا نبين فيه للتبسيط والتسهيل ما يحدث للنواة عندما تتفكك وكيف تخرج هذه الجسيمات. فأمامكم صورة عن شخص جالس
على كرسي يتأمل في الفنجان أو في محتوى الفنجان، أي أنه يتأمل في المكون الأول لهذه المادة ألا وهي الذرة. فكما تلاحظون هذه الذرات، ثم من بين الذرات استخرجنا ذرة لنبين وجود النواة والإلكترونات تدور حولها، وهذا لتبسيط الفكرة. النواة كما شرحنا تتكون من بروتون ونيترون، إذا مجموعة بروتونات ومجموعة نيترونات. الذي يهمنا هنا هو نتخيل أن هذه النواة غير مستقرة، والشيء الغير مستقر يبدأ بالاهتزاز حتى ينقص من عدم الاستقرار. فها هي بدأت تهتز، دلالة على أنها غير مستقرة، وهذا للتبسيط فقط. بعد قليل سيخرج من هذه النواة جسيمات بالأنواع الثلاثة، وينتشر عن ذلك طاقة. نعرض عليكم الأنواع الثلاثة: جسيم ألفا، وجسيم بيتا سالب أو موجب، وجسيم سالب، وإشعاعات جاما. نعود الآن بالواحد، ها هو جسيم ألفا يخرج من داخل النواة، أي أن هذه النواة قد تخلصت من جسيم ألفا. هنا النواة تتخلص من هذا اللي هو جسيم يسمى بجسيم بيتا. وفي الصورة الثالثة النواة عندما تصدر منها الإشعاعات والتي تدعى بإشعاعات جاما. فهذه هي الفكرة في التفكك، خروج نواة صغيرة من داخل نواة كبيرة، خروج جسيم صغير من داخل النواة، وخروج إشعاعات. ولكي نتعرف أكثر على هذه الجسيمات وهذا الإشعاع، نستعرض عليكم أيضا شريطا أو فيديو يبين مدى نفاذية هذه الجسيمات والإشعاعات للأجسام. أمامكم انبعاث، هذه نواة ثقيلة تخرج منها نواة ألفا. تلاحظون أن ورقة توقف الجسيم، أما بيتا فيمكن أن يخترق الورقة ولكن توقفه ورقة من الألمنيوم. أما انبعاث جاما فهو الأخطر، يجتاز الورقة والألمنيوم، وممكن أن يجتاز أيضا حتى الخرسانة إذا كانت غير مهيئة بشكل جيد. الجسيم الثالث لا يهمنا في موضوعنا، نحن نتعرض إلى نفاذية هذه الجسيمات وهذا الإشعاع. قبل ذلك لا بد من التعرف على هذه الأنوية التي تتفكك والأنوية التي لا تتفكك. هناك عالم يسمى سوغري درس هذه الأنوية من حيث عدد النيترونات وعدد البروتونات، ثم وزعها في مخطط فحصل على شكل سنذكره ونبينه لكم بعد قليل. أولا، ماذا يمثل هذا المخطط؟ يمثل الأنوية ويشرح تصرفاتها عندما تكون غير مستقرة، أي النواة التي تعطي جسيم ألفا أو تعطي جسيم بيتا. هذه الصورة نعرفها من خلال هذا المخطط، وهو يتناول أربع مجموعات من الأنوية كما سنبينها. أيضا قبل التطرق إلى هذا المخطط نريد أن نذكر رقما قد يكون مختلفا قليلا، وهو عدد الأنوية الموجودة طبيعيا أو صناعيا. تعرف أكثر من 3000 نواة، منها طبيعي ومنها صناعي، وتقسم هذا 3000 كما يلي: منها 3625 نواة طبيعية، وهذه 325 نواة طبيعية فيها 274 نواة مستقرة، 51 فقط من بين الأنوية من بين ذلك العدد الغير مستقرة التي تتفكك.
وهذه الطبيعية التي وجدت في الطبيعة أو خلقها الله. الصناعي وهو ما يحدث في المخابر. أذكرك ملاحظة فقط، هذا العدد ليس مضبوطا، ربما أكثر ربما أقل بقليل، هذا تقدير الذي ذكرته بعض الكتب. الآن نصنف هذا 3000 نواة إلى أنوية مستقرة وأنوية غير مستقرة. الأنوية المستقرة هي مجموعة أنوية تشكل ما يسمى بوادي الاستقرار الذي سنذكره لكم بعد قليل على المخطط. هنا نذكر الخصائص والتعاريف فقط. هذه الأنوية المستقرة فيها أيضا جزئين، الأنوية التي لها عدد ذري أقل من 20 وهي تتوزع بجوار مستقيم الذي معادلته زاد تساوي ان، سنبين بعد قليل، ومجموعة أخرى لها زاد أكبر من 20 تتوزع فوق المستقيم هذا. أما الأنوية غير المستقرة فهي 3 مجموعات، أنوية تملك وفرة من النيترونات بالنسبة للبروتونات، يعني لها عدد كبير من النيترونات بالنسبة لعدد البروتونات، وهذه الأنوية هي المسؤولة عن النشاط الإشعاعي من نوع بيتا ناقص، أو هي التي تصدر أثناء تفككها الجسيم بيتا ناقص. أما الأنوية التي تملك وفرة من البروتونات فهي تتفكك مع انبعاث الجسيم بيتا بلس، هنا الوفرة بالنسبة للنيترونات، أو باختصار هنا النيترونات أكثر من البروتونات وهنا البروتونات أكبر من النيترونات. وهناك المجموعة الثالثة وهي أنوية ثقيلة، لما أقول ثقيلة لها عدد كتلي أكبر من 190، هذه لها وفرة من النيكليونات، وكما عرفنا في البداية النيكليونات هي بروتونات زائد نيترونات، يعني هذه الأنوية لها عدد كبير من النيكليونات فوق 190، وهذه تتفكك مع انبعاث الجسيم ألفا. أما إشعاعات جاما فهي تصاحب هذه النشاطات أحيانا، وهي عبارة عن أمواج كهرومغناطيسية. هذا ملخص للمجموعات المستقرة وغير المستقرة، مجموعة مستقرة 3 مجموعات غير مستقرة. الآن كما وعدتكم قبل قليل نستعرض عليكم هذا المخطط الذي يدعى بمخطط شيفري، وهو الذي يتناول تغيرات العدد آن بدلالة العدد زاد، أو العكس، تغيرات زاد بتغيرات آن، أو تغيرات أ بدلالة تغيرات زاد. في كل الأحوال نهتم بالعدد زاد. في هذا الشكل وضعنا زاد على محور التراتيب، أو ربما يوضع على محور الفواصل، ونفس النتائج. على محور الفواصل وضعنا عدد نيترونات آن، واخذينا يعني عدد معين. يظهر أمامنا المستقيم الذي ذكرناه قبل قليل ويلعب بالمنصف، وهذا المنصف معادلته الرياضية زاد يساوي آن، ونجعله كمرجع أثناء التفسير. قلنا أن هناك مجموعة من الأنوية المستقرة بعضها بجوار المستقيم هذا، والبعض الآخر قلنا فوق، أما في هذا الشكل فهو يظهر أسفل، والأنوية المستقرة تقع على هذا الخط الأسود وهو خط منحني ويدعى بوادي استقرار. لماذا سمي وادي استقرار؟ لأن الحجر يستقر في أسفل الواد. كذلك الأنوية هنا الغير مستقرة تحيط بأسفل الواد، وأسفل الواد هو هذا،
وهذه جوانب الواد أو مرتفعات الواد. أما هذا المنطقة الزرقاء فهي تمثل الأنوية التي لها وفرة قبل ذلك، قلت هذه المستقرة، هذه التي لها وفرة من النيترونات وهي المسؤولة عن انبعاث جسيمات بيضاء. أما هذه المنطقة البرتقالية فهي الأنوية التي لها زاد أكبر من آن وهي المسؤولة عن جسيم بيتا بلس. أما الأنوية الثقيلة هي التي يكون فيها العدد زاد والعدد آن مجموعهم أكبر 190، يعني في هذه المنطقة، وهي بالضبط هذه المنطقة كما تشير الصورة. هذا مخطط سجلي فقط للتوضيح، وكملاحظة يمكن أن نقلب المحاور، يعني ندير منا آن ومنا زاد، فماذا يحدث؟ هذا الخط الأسود يولي منا من فوق هكذا، ثم يصبح هذا من فوق وهذا أسفل الخط الأسود كملاحظة فقط. نبدأ الآن بالتعرف على خصائص النشاط الإشعاعي الطبيعي. يتميز النشاط الإشعاعي الطبيعي بما يلي: بالعشوائية. ماذا نقصد بالعشوائية؟ يعني نقول النشاط الإشعاعي الطبيعي هو ظاهرة عشوائية. وش نقصد بظاهرة عشوائية؟ أي أنه يستحيل معرفة لحظة تفكك النواة، يستحيل أن نعرف اللحظة التي تتفكك فيها النواة، وسنعرض عليكم هذا المعنى. أمامكم عينة مشعة، هذه المربعات تمثل أنوية مشعة، يعني راح تتفكك، فلا نعتقد أن التفكك يكون للتسلسل، يعني هذه درة ثم هذه، بل يكون عشوائيا من هنا إلى هنا إلى هنا وهكذا، هذا طابع عشوائي ونكتفي بهذا القدر. هذا الأنوية التي ظهرت باللون الأخضر فاتح تمثل الأنوية الأبناء، أما الأنوية الحمراء فهي تمثل الأنوية الآباء، يختفي الأب ويظهر في مكانه في مكانه الابن. كذلك من خصائص النشاط الإشعاعي تلقائي، أو نقول ظاهرة تلقائية، أي يحدث تفكك نواة مشعة دون تدخل خارجي، أي أن التفكك حدث ذاتيا من غير تدخل خارجي كالحرارة أو الضغط إلى غير ذلك، وهذا ما سنذكره في الصفة الأخيرة. حتمي، ظاهرة حتمية، أي أن هذه الأنوية التي بقيت أمامكم في الشكل سيأتي الدور عليها وتتفكك كما تفكك الأنوية التي كانت قبلها، فكل واحدة من هذه الأنوية مصيرها إلى التفكك، فهي كالموت، شيء حتمي للجميع. هنا كل الأنوية الآباء سيختفون ويظهر في مكانهم في مكانهم الأنوية الأبناء. نذكر فقط هذه صفة ثلاثة كافية: نشاط إشعاعي ظاهرة موجودة طبيعيا وهي عشوائية تلقائية حتمية. صفة الرابعة يمكن أن ندخلها مع هذه، نقول مستقلة عن ضغط أو الحرارة، احنا قلنا هنا تلقائية فإذا لا داعي لذكر وإنما لجلب الانتباه أن هذا التفكك لا يحدث كما يحدث في التفاعل الكيميائي، يحتاج إلى ضغط ويحتاج إلى حرارة لتسريع التفاعل، هنا الضغط أو الحرارة لا تفعل شيئا. النشاط الإشعاعي الصناعي، حتى نرى الفرق بينهم فقط، هذا يحصل بقذف أنوية بجسيمات، يعني نواة ونرميها بجسيم، وهذا سنستعرضه بالتفصيل إن شاء الله عندما نتطرق إلى شرح مثلا الانشطار أو الاندماج أو حتى التفكك الصناعي أو الاصطناعي كما يسميها البعض. أيضا هذا النشاط الإشعاعي أو هذا التفكك نعبر عنه بمعادلة تدعى معادلة التفاعل النووي، وما زلنا مع الطبيعي. يعبر عن أي
تفاعل نووي بمعادلة من هذا الشكل: X الأب R1 زاد 1، الإبن له R2 زاد 2، البي بارتيكول الجسيم الذي يرافق الإبن، هذا يعني ألفا أو بيتا بنوعيها، هذا الأب هذا الإبن. وهذه التفاعلات تخضع إلى مجموعة قوانين تسمى قوانين صودي أو تسمى قوانين الانحفاظ، وهي أربعة سنختار منها قانونين، وهما قانون انحفاظ العدد الذري. وماذا نعني به؟ نعني أن A1 يساوي A2 زائد A3. العدد الذري، قانون انحفاظ العدد الذري يعني زاد واحد يساوي زاد اثنين زائد زاد ثلاثة. ثم انحفاظ العدد كتلي A1 يساوي A2 زائد A3. ونعتمد على هذين القانونين في كتابة معادلة التفاعل وموازنتها. والآن نستعرض معكم دراسة كل نشاط إشعاعي لوحده مع إضافات إلى السابق، وخلال هذه الدراسة نتعرض إلى سبب النشاط والجسيم المنبعث وسبب الجسيم المنبعث مع معادلة عامة للتفكك ومثال وصورة توضح ذلك. نبدأها بالنشاط الإشعاعي ألفا. فما هو سبب هذا التفكك للنواة؟ قلنا أن النواة الثقيلة هي من تتفكك وتعطي جسيم ألفا. إذن سبب النشاط كثرة من النيكليونات داخل النواة أو وفرة. وهنا يتبين أمامكم المثال: نواة ثقيلة يخرج منها جسيم ألفا واللي هو مثل نواة هيليوم. نواة ثقيلة يخرج منها جسيم ألفا. السبب هو كثرة النيكليونات بالداخل، وقلنا أكثر من 190. أما الجسيم المنبعث فهو عبارة عن نواة هيليوم H2O4. تفسير الانبعاث هو تفكك في النواة فقط، يعني ليس بشيء الكثير، يعني نقصان من النيكليونات من داخل النواة الثقيلة. معادلة التفكك هي من هذا الشكل: هذا الأب له عدد ذري زاد وعدد كتلي A، وهذا الجسيم الناتج له عدد ذري 2 و4. إذن الإبن سيكون له نفس العدد الذري الذي للأب ونقص منه 4 A4 A ناقص 4. أما العدد الذري فهو نفس العدد الذري للأب وينقص منه 2. كمثال على ذلك، نواة الراديوم عددها كتلي 226 وهو رقم كبير أو عدد كبير، وعددها الذري 88 تعطي الرادون، الإبن 222 86، ونواة الهيليوم ولاحظوا حسب قانون صودي أو قانون الانحفاظ الكتلي 226 تساوي 222 زائد 4، وقانون الانحفاظ الذري أو الشحني 88 تساوي 86 زائد 2. أما إشعاع أو النشاط الإشعاعي من نوع بيتا موان فهذا سببه وفرة من النيترونات داخل النواة، يعني عدد النيترونات أكبر من عدد البروتونات، فينتج عن ذلك خروج إلكترون سالب من داخل النواة. وهنا يجب أن نطرح السؤال: النواة مشحونة بشحنة موجبة، فمن أين أتى هذا الإلكترون السالب؟ الجواب نتعرض إليه في التفسير التالي. أمامكم هذا المثال عن نواة الكربون 14 التي تتفكك حيث نيترون واحد يختفي ويظهر في مكانه بروتون ويخرج إلى الخارج إلكترون سالب، وهو ما تعبر عنه هذه المعادلة. يتحول النيترون إلى بروتون وإلكترون
سالب. أما النيترون يختفي من داخل النواة ويحل في محله البروتون، يعني هذا يبقى داخل النواة بينما هذا يخرج خارج النواة. مثال ذلك أو عفوا المعادلة العامة، الأب له A زاد، الابن له نفس العدد الكتلي A بينما الزاد زاد بواحد، والإلكترون الذي له عدد ذري ناقص واحد لو نجمع هذا مع هذا يعطينا هذا. كمثال على ذلك الكوبالت 60-27 يعطي النيكل 60-28 والإلكترون. أما النشاط الإشعاعي من نوع بيتا بلس فهو سببه وفرة من البروتونات، يعني عكس هذا، وفرة من البروتونات. الجسم المنبعث هو بيتا بلس أي إلكترون موجب، ويدعى بوزيتون أو بوزيترون أو إلكترون موجب. سبب خروج هذا الجسيم هو تحول البروتون داخل النواة إلى نيترون وإلكترون موجب. أما البروتون يختفي والنيترون يبقى في مكان البروتون بينما الإلكترون الموجب يخرج خارج النواة، كما توضح هذه الصورة. يتحول هذا أو يتحول وخرج. أما هذا فيمثل الإشعاع الذي يدعى بالنيترينو المضاد هنا وهناك النيترينو. المعادلة العامة، الأب له A زاد، الابن له Y A زاد ناقص واحد وبروتون موجب. مثال ذلك الأكسجين 8-13 يعطي نيتروجين 7-13 زائد إلكترون موجب. بعدما تطرقنا إلى تفسير الانبعاث وذكرنا الأمثلة إلى غير ذلك، نأتي الآن إلى تفسير انبعاث إشعاع جاما. فما هو إشعاع جاما؟ تنتج النواة الإبن في حالة مثارة عموما ليس دائما. ماذا نقصد بحالة مثارة؟ لكل نواة لها طاقة تسمى طاقة الحالة الأساسية، لكل نواة طاقة تدعى طاقة الحالة الأساسية. أحيانا النواة الناتجة تكون لها طاقة أكبر من طاقة حالتها الأساسية، يعني مستوى الطاقة مرتفع، ولا تبقى هذه النواة بهذه الصورة، فلا بد أن تعود إلى حالتها الأساسية. كيف تعود؟ بالتخلص من الطاقة الزائدة والتي تدعى طاقة الإثارة. هذا التخلص من الطاقة يكون على شكل إشعاع أو على شكل أمواج كهرومغناطيسية، أمواج كهرومغناطيسية تدعى إشعاع جاما. ونوضح في المثال التالي هذا الكلام. نعود إلى معادلة الكوبالت الذي يتفكك ويعطي النيكل. هذه النواة الإبن في حالة مثارة، ويعبر عن الإثارة بهذه النجمة. عندما نرى النجمة هذه عن يمين الرمز، هذا يعني أن هذه النواة في حالة مثارة، أي لها طاقة زائدة عن حالتها الأساسية. فهذه النواة لا بد أن تتخلص من طاقة الإثارة، وكما نوضح أمامكم بهذا الشكل، يعني هي في حالة مثارة قلقة، فلا بد من التخلص من هذه الطاقة الزائدة كما نبين. هنا النيكل أو الإبن المثار عبرنا عنه بهذه النجمة. التخلص من الطاقة الزائدة، نحذف النجمة هذه، وهذه الطاقة الزائدة ظهرت على شكل إشعاع جاما. طاقة زائدة ظهرت على إشعاع جاما. للتذكير، فإن النواة الإبن تحافظ على عددها الذري وعددها الكتلي، حيث جاما لها عدد ذري صفر وعدد كتلي صفر. وكما قلنا، فإن
غاما هي عبارة عن إشعاعات وليست جسيمات، إشعاعات. هذا جسيم، هذا إشعاع. إذن عندنا جسيمات ألفا وجسيمات بيتا وإشعاع غاما. نستعرض الآن تفسير تفككات على مخطط شجري. نبدأها بتفكك ألفا أو النشاط الذي يعطي ألفا، والتفكك الذي يعطي بيتا موان، والتفكك الذي يعطي بيتا بلس. هذه نواة ثقيلة تتفكك فتخرج منها نواة ثقيلة. أعيد، نواة ثقيلة تتفكك تخرج منها نواة ثقيلة، عفوا نواة هيليوم التي هي جسيم ألفا. هذا كامل يسمى جسيم ألفا. كيف يحدث هذا؟ نفسر هذا التفكك على مخطط شجري، وهنا للإشارة فقط، مخطط شجري بشكل مكبر، يعني نمثل هذا التفكك على هذا المخطط ونبين ما الذي يحدث للأب وما الذي يحدث للابن. فأما الأب فعدده الذري 88، إذن موقعه من هنا، يعني فاصلته 88. نحسب عدد النيترونات، نطرح 88 من 226 تعطي 138. إذن الأب إحداثيته 88 و 138. هذه نواة الراديوم. ما الذي يحدث؟ تتفكك فتعطي نواة الرادون. الرادون له زاد 86، عدد نيتروناته نطرح هذا من هذا، فنجد أن عدد نيتروناته 136. إذن 86 136، 86 هنا 136. تتفكك لتعطي هذه أب ابن. الجسيم الناتج هو ألفا، لا نمثله في المخطط، وإنما نضعه فوق السهم. الأب تحول فأعطى الابن، ونضع فوق السهم الجسيم الناتج. بقي للشرح أيضا ماذا حدث للأب. نقص عدد نيتروناته باثنين، ونقص عدده الذري أيضا باثنين. ننتقل إلى النشاط الإشعاعي من نوع بيتا موان. يخرج من داخل النواة جسيم صغير بيتا موان. نشرح هذا التفكك على مخطط شجري. نختار المثال هذا الذي ذكرناه سابقا للتذكير فقط. هذا جزء مكبر، يعني نبدأ من 30 إلى غاية 33 أو أقل، ومن هنا نبدأ من 24، يعني ليس من الصفر، لأننا نحتاج تنقل صغير. موقع هذه النواة في هذا المخطط لها عدد ذري 27. نبحث عن عدد النيترونات، نطرح هذا من هذا يعطي 33. إذن موقع الكوبالت هو 27 33. أما الإبن فعدده الذري 28، عدد النيترونات 28، 60 ناقص 28 تعطي 32. 28 32 الجسيم الناتج هو بيتا موان. للشرح أو للتفسير ماذا حدث؟ ينقص الأب الآن تاعو بناقص واحد، بينما الابن زاد نتاعو زاد بواحد. هذا بالنسبة للابن. الأب ينقص بواحد، الابن زاد نتاعو ونفس الزاد تاع الأب ولكن نضيف له واحد. أخيرا النشاط الإشعاعي من نوع بيتا بلس، خروج جسيم بيتا. كذلك نستعرض عليكم التفسير على مخطط شجري.
فنوات الأكسجين لها عدد ذري 8 وعدد نيتروناتها 5، إذا موقعها 8-5. تتفكك تعطي نواة نيتروجين، والنيتروجين عدد ذري 7 وعدد نيتروناته 6. هذا الابن. ماذا حدث للأب؟ الزاد انقص بواحد، والآن زاد بواحد. إذن هذه هي التفسيرات العامة للتفككات النووية. بقي أخيرا أن نشير إلى العائلة المشعة. العائلة المشعة تعرفها أو كيف نحصل عليها؟ تتحول النواة الأصلية غير المستقرة أثناء نشاط إشعاعي إلى نواة أخرى، والنواة الناتجة تتحول إذا كانت غير مستقرة إلى نواة ثالثة، والثالثة إلى رابعة إذا لم تكن مستقرة، وهكذا تتوالى التفككات إلى أن نصل إلى نواة مستقرة. مجموع الأنوية المتفككة تدعى بالعائلة المشعة، وهو كما نبينه لكم في هذه في هذا المخطط. محور الآن ونفسه، وهنا محور زاد، ولاحظوا النواة الأولى التي ستتفكك هي مثلا نواة اليورانيوم، تعطي ابن، الابن غير مستقر، يتفكك بدوره، وهكذا تتوالى التفككات إلى أن نصل إلى نواة مستقرة كما تبين أو كما يبين هذا الجدول أمامكم. هنا فقط ملاحظة، هذه النواة الزرقاء بإمكانها أن تعطي تفككين ألفا بيتا ما. أخيرا النواة المستقرة، يعني سلسلة من التفككات بدأت باليورانيوم 238 وأصبحت عبارة عن نواة مستقرة هي نواة الرصاص. هذه المجموعة تسمى عائلة مشعة. إلى هنا نأتي على نهاية هذا الجزء من النشاط الإشعاعي، على أن نتطرق في الحصة القادمة إن شاء الله إلى التناقص الإشعاعي وقوانينه ومنحنياته إلى آخره، وشكرا لكم.